إيران لن تأخذ هذا الأمر ببساطة، لأنهم جعلوا الأمر واضحا جدا أنهم سيثأرون. هذا لا مناقشة فيه، ولكن السؤال هو كيف سيقوم بالثأر. ويمكن أن نتخيل أن هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة هي واحدة من الحلقات في سلسلة كانت تحدث ولا تزال. وأستطيع أن أرى أن يمكن أن يكون هناك هجوما في البحرية بين إسرائيل وإيران في المستقبل القريب. ومرة أخرى الكثير من هذا هو يمكن أن يكون ضد أو لا يتفق مع رئيس الوزراء الجديد لإسرائيل. هناك الكثير من اللغط مع رئيس الوزراء السابق، وهناك القليل من الانتباه لإيران. وهذا ما سنراه مرة أخرى من نتنياهو. نتنياهو سيعيد ما يعتقده تهديدا نوويا من جهة إيران، وسيضع جانبا القضية الفلسطينية والتي كان يركز عليها رؤساء الوزراء السابقين الاثنين، ويركز على إيران. وهذا يمكن أن يسرع الأمور بشكل كبير، لأن الإيرانيين يوضحون بشكل كبير أنهم لن يتقبلوا أي هجمات من الجانب الإسرائيلي ولن يتغاضوا عنها. سنرى حقيقة أن الإسرائيليين كانوا قادرين على التركيز على هذا الضابط في سوريا، وهذا يري القدرة الاستخباراتية للموساد، وهذا يجب أن يكون مقلقا للإيرانيين، لأن إيران يمكن أنها قد تغلغلت كثيرا. هناك مجموعات أخرى في إيران، مثلاً MEK، وهم يراقبون النشاطات الإيرانية بشكل كبير. يعني الاستخبارات الإسرائيلية تغلغلت في إيران وتراقبهم. وبعودة نتنياهو فإن التركيز سيكون هناك إعادة تركيز على إيران، خاصة منذ أن أصبحت الاتفاقية النووية لا تذهب إلى أي مكان أو لا تتقدم، وحيث أن كل المفاوضين ربما قد تخلوا عنها، وهذا سيثير، يمكن أن يكون حتى نقاشا داخليا داخل إسرائيل، داخل رئاسة الوزراء الجديدة، أنهم إذا لم يقوموا بأمر ما حيال البناء النووي الإيراني، سواء كانوا يحاولون القيام بصنع قنبلة أم لا، هذا لا يهم الإسرائيليين، خاصة نتنياهو. فهو سيعيد التركيز وسيحاول جعل واشنطن أن تعيد التركيز أيضا. كان ذلك واضحا منذ رئيس الوزراء السابق الإسرائيلي أن واشنطن ليست مهتمة في الاستماع إلى هذه الهجمات الكبيرة أو الانسحاب من الاتفاقية النووية. من الواضح الآن أن المفاوضات توقفت، وربما هذا في مصلحة نتنياهو فيما يتعلق بمحاولته لإعادة التركيز وجلب تركيز واشنطن إلى ما الذي سنفعله الآن مع إيران. والقلق الآخر هو أعتقد أن الإسرائيليين ربما يشعروا أنهم إذا لم يقوموا بأمر ما تجاه إيران فسيكون هناك بعض الافتراضات أن إيران تعمل على صنع قنبلة، ولكن لم يتم تأكيد هذا أو التأكد من هذا بجانب التخصيب.
مع هذا التخصيب يمكن أن يكون هناك عرقا جديدا من هذه القنابل النووية في المنطقة. ما لم يعتقد نتنياهو أنه يستطيع تجنب هذا الأمر أو دحض هذا الأمر، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون هناك قوة نووية في منطقة الشرق الأوسط، مع أنه لا يوجد هناك اعتراف بوجود القوة النووية في هذه المنطقة. أنا أرى هذه الأمور تتعقد وتتأزم، والانتقام لهذا القتل لهذا العقيد ستستمر عملية الانتقام من جانب الإسرائيليين، من جانب الإيرانيين، وسنرى هجمات تحدث مرة بعد أخرى، سواء في البحرية أو سواء في عواصم أخرى أو سفارات في أماكن أخرى، خاصة من قبل الإيرانيين أو حزب الله. يمكن أن يطاردوا القادة الإيرانيين في أماكن أخرى من العالم. هذا يمكن أن يجلب الاحتمالية لزيادة التوتر، خاصة عندما سننتهي من وقت الشتاء ويأتي الربيع ولا يكون هناك وصول لحل في الاتفاقية النووية. أستطيع أن أرى أن نتنياهو سيكون رئيس الوزراء الجديد، وحيث أنه من أكثر المجموعات المحافظة في إدارته، فأنا أرى احتمالية أن تزداد هذه التوترات بشكل سريع، وهذا سيكون له أثر يمتد إلى العراق وربما إلى الشرق الأوسط كله. فإذا لم تنتهي هذه التوترات فربما ستزداد.